السلام ورحمة الله. استاذ اسامة شرفت منورنا. صباح الخير يا وطن، اهلا وسهلا. يعطيك العافية. الله يبارك فيك. نتكلم عن الاشاعات. انتم الاشاعات، انتم اساتذة الصحافة. نعم. اليوم كيف بتعالجوا الاشاعة وكيف بتقيموا الاشاعة وكيف بتكشفوا الاشاعة وكيف بتحاربوها؟ سؤال واحد يا امجد. يعني اعطيته المجمل. وشكرا تشرفنا بمعرفتك. اهلا وسهلا فيك، ربنا يبارك فيك. انتم دائما بتفاجئونا كده بموضوعاتكم الشيقه واللي مفيده للمشاهدين عامه. يعني هي الاشاعه اصبحت يعني وجبه دسمه يوميه، يعني بقت منتشره جدا بشكل غير طبيعي، خاصه مع السوشيال ميديا. يعني كل واحد دلوقتي بقى اصبح معاه موبايل وشاشه ومتصل بالنت، خلاص اصبح معاه الميكروفون يعني انه يتكلم. يعني فاذا اتكلمنا على شقين، يعني في شق الاعلامي اللي هو الاعلام اللي زي حضراتكم او اللي شغالين في الحقل الصحفي او في الاذاعه، يختلفوا عن الاعلاميين اللي فاتحين قنوات يوتيوب. فكل ده بيسعى بالاشاعه الى انه يحقق مردود من عدد المشاهدين وعدد القراء وحاجات من هذا القبيل. ده بنشوفه في السوشيال ميديا بشكل غير طبيعي. حتى الاشاعات اللي هي للاسف الشديد بتبقى الترويج بتاعها من اجل تحقيق هدف معين. وكلنا نعلم جيدا ان الاعلام كله، حتى الاعلام الرسمي كله موجه. يعني ما فيش اعلام يعني خالص يعني لاتجاه واحد، يعني كله بيبقى موجه لشيء معين، لتحسين صورة دولة، لتحسين صورة شركة، لتحسين صورة حتى حزب أو طائفة أو شيء من هذا القبيل. حتى الفنان أحيانا أو الفنانين. فهو الإعلام أصبح موجه. طيب علينا احنا كمشاهدين أو كقراء، علينا نستوعب الخبر مصدره، نتقصى الخبر شوية، على أساس أن كل دلوقتي ماسك الفيسبوك أو التويتر أو الانستجرام في أخبار. طيب الأخبار ده لازم نشوف الخبر ده مصدره فين. حتى اتعب شوية قبل ما تشير الخبر، يجي لك تروح مشيره على طول. يا أخي اتعب شوية واعمل. بس قد ايه استاذ اسامه قد ايه صعوبة؟ انا معك هشير وهخير وكل شيء وبدي شيك. نعم. بس قد ايش صارت صعبة انك تشيك موضوع صحة الخبر؟ ما هو صحة الخبر حضرتك، يعني احنا دلوقتي لما نيجي نشوف الخبر مصدره جاي منين، احنا في عندنا قنوات شرعيه وقنوات للمصدر، وكالات انباء، في قنوات فضائيه. فالقنوات دي هي اللي لازم نستوعب منها الخبر. صحيح. لازم نعرف ده. طيب انا دلوقتي حضرتك قريت خبر على السوشيال ميديا بس ملوش مصدر، يعني من شخص مجهول، شخص مش شخصيه عامه. نعم. طب نعمل ايه؟ يعني اتعب انا شويه اخد نص الخبر او عنوان الخبر وادخله على جوجل، يعني هيظهر لي اصلا، هتلاقي كتير ناس مشيرين ومش منتبه. ايوه تمام. هي دي المشكله حضرتك. هو ده لازم يكون في عندنا وعي للاخبار وتصفيتها وفلترتها. مش كلنا مثقفين على فكره، يعني مش كل الناس مثقفين. انا صار لي موقف تماما مثل ما كنت عم تحكي، يمكن كانت بالفتره اللي هي فيها دفع المخالفات وطلعت اشاعه انه في 50% خصم. نعم. للمخالفات وهيك، بالتالي طلعت الصوره هي قديمه، كانت لسنوات سابقه، وشخص رجع عملها ريبوست بهذا الوقت. احنا كيف نتصرف بهذا الوقت؟ يعني اوكي احنا عارفين انه هاي اشاعه، كيف نتواصل مع الجهات المعنيه او نقدر احنا كمتلقين نكذب الخبر هذا ونوضح للشعب مثلا او للناس اللي على السوشيال ميديا انه لا يا جماعه هذا الحكي مش مظبوط؟ في لحسن طالع ان في عند حضرتك جميع الدوائر الحكوميه والمؤسسات اللي هي مختصه بالاشياء دي. يعني البوست ده حضرتك صادر من وزاره الداخليه مثلا. وزاره الداخليه عندها اتصال داخلي، عندها قسم للاتصال الداخلي، المفروض هي اللي تكون حريصه كل الحرص على انها بتشوف الاخبار اليوميه على السوشيال ميديا، على الاخبار العاديه، وبتكذبها او بتطلع على طول الخبر اللي ينفيها. نعم. من كام يوم انا يعني كانت القياده العامه لشرطه عجمان من كام يوم نزل السرعات في الشوارع، ان السرعات قلت بدل ما 70 بقت 50 وحاجات من هذا القبيل. لا، في نفس اليوم بعد الظهر لقينا في تكذيب ان البوست ده خطا. فده في اتصال مؤسسي، كنت يعني صحفيين او اعلاميين موجودين في الدوائر الحكوميه والمصالح والدوائر دي، دول مختصين برؤيه الاخبار والرد على الأشعة فورية. لكن احنا بنتكلم دلوقتي عن الأخبار اللي ممكن تكون ظهرت على السوشيال ميديا،
فبتعمل لنا مردود ممكن على فكرة تسبب مشاكل ما بين جمهورين، ما بين دولتين. أخبار كده ممكن يعني تتعبنا، يعني تعصبنا. طيب تخليك تتنرفز. أنا بس عايزة أصحبكم إلى أرض الواقع. نعم. دلوقتي زمان كان عندنا أستاذ أسامة عقدة الخواجة، إذا بتتذكرها، وموجودة حتى الآن. طبعا. الآن في عقدة الشهرة. إزاي أشتهر؟ ما هو طبيعي عشان أشتهر أعمل حساب ما فيهوش غير زيرو متابع، أطلع إشاعة عن فنان، عن رئيس، عن حد مشهور، عن سياسي، زي اللي بتسلقوا أكتاف بعض بالضبط وأتشهر بيها. يعني هو بقى مطلب تحسه جماهيري، الناس كلها عايزة تكون مشهورة، الناس كلها عايزة الناس تتابعها، فده بقى أرخص أو أسهل وسيلة. هو كان مساك الشرف الإعلامي أو مساك الشرف عند الكتاب أو الأدباء إنه ما يكتبش في أهانة أديان معينة، ما يتكلمش في الجنس، في خطوط وما يتكلمش في السياسة. دلوقتي أنا شايف أن التلات عناصر دول هم الأساس في القنوات اللي هم على اليوتيوب والسوشيال ميديا، وعلى السوشيال ميديا التلات عناصر اللي كانوا المفروض أن هم خط أحمر عند يتمنعوا. أيوة، فهم ممنوع مرغوب لأنه نعم فندم الممنوع مرغوب لأنه أيوة تمام. فهم أخذوا التلات عناصر اللي كانت مفروض أن هم في المساق الشرف لجميع الإعلاميين على مستوى العالم على فكرة، فأصبحوا النهاردة بيتكلموا في الجنس، بيتكلم في فتاوى دينية شاذة شاذة، تلاقي عدد القراء أو عدد المتابعين حاجة يعني. طب منين الفتوى جت؟ منين الخبر ده جاء؟ نعم، مصدرها منين؟ مصدرها طيب وبعدين يجيبوا حضرتك عالم من العلماء، يعني المشكلة كمان إن ينسبوها إلى عالم من العلماء وما يكونش قالها. لكن هذه هي المصيبة الكبرى أستاذ أسامة. تمام. لما أجي أحكي لك والله خلي هذا نسبه لعالم معروف. نعم. وعرفناه. نعم. بس إحنا نعرف إنه كمان في كثير من السقطات والهفوات والفجوات الإعلامية، وخاصة المؤسسات الإعلامية اللي بتكون يعني تعتبر كمصدر موثوق فيه. نعم. بتكون في سقطات هناك، بيجي بيطلع لك أكد الدراسات، قال باحثون، قال شاهد عيان. نعم. يعني بيدزلك خبر هيك. فأنت بتطلع بتقول يا أخي ليش ما بيحكوا إنه شاهد العيان إيهاب سالم مثلا. نعم. والدراسة أجت عند الدكتورة منا. طب ليش ما في اسم؟ الاسم هذا مفقود بالحلقة. ما هو هي للأسف، ما احنا لسه بنتكلم حضرتك انه في اعلام موجه. الاعلام الموجه علشان انا اوصل الصدق او اوصل غير الصدق اللي انا عايز اوصله، لازم اقول غير صدق علشان الجمهور يصدق. بمعنى لو حضرتك دلوقتي عايز اثبت شيء معين ان هو غير حقيقي وعايز اخليه حقيقي، انا هاخد حاجه واحد من المليون حقيقي وهبني عليه 99.9 غير صادق، فبالتالي كل ده هيتجمع عند الصوره الذهنيه عند المتلقي، هتبقى هي دي الصوره الحقيقيه بتاعته، لانه خد نموذج حقيقي وبنى عليه يعني 99 جزء من الكذب. بس لا ننكر أستاذ أسامة أنه هو ده ستايل التسويق للخبر، أنه دايما بجيب مثلا الفنانة الفلانية بتقول حياتي خط أحمر، دي أشهر جملة قالت في الصحافة. نعم. عن الفن. نعم. تعال اقرأ تحت تلاقي مسلسل جديد بتعمله. طبعا. تلاقي بتتكلم عنه ومحدش يتدخل في فطاري اليومي، أو حتى أن هي بتطلع إشاعات على نفسك على حال. في بعض الفنانين مثلا ما لهمش تواجد في شهر رمضان، بيطلع خبرية عن نفسه، فبيطلع أنه شقته اتسرقت. فيعني المهم ان هو يكون متواجد على الساحة، لانه بيلاقي للاسف الشديد الاقلام اللي هي ممكن تؤجر. صح. يعني في اقلام تؤجر. صح. فانت ايوه تشترى. فبما انه في اقلام بتؤجر خلاص ما فيش اي مشكله خالص، هو ده مدير اعمالها بيتعامل مع الفنانين ومع الكتاب والصحفيين. انا عندي يمكن شوي فضول. هلا الشخص ممكن يطلع اشاعه على نفسه لحتى يشهر نفسه او يذكر العالم فيه، صح ولا لا ايمن؟ صحيح. بس شو هدف الصحفي اللي هو نفس، خليني اقول شخصيته ضعيفه، لحتى يطلع خبر كاذب او ملفق وهو مش مستفيدين من هاي البلبله الاعلاميه؟ احنا على المستوى المهني او المستوى الوظيفي، انت بتلاقي ان في حد بيدخل متبرع للمدير العام يوصل له كل الكلام اللي خارج، هو هيستفيد ايه؟ يعني هو هي تكوين شخصيه، هي تكوين. ما في عندنا كليه الاعلام والاعلاميين ما 50,000 يعني اعلامي، لكن انت بتلاقي 3-4 اعلاميين الموجودين على الساحه
هم دول اللي ممكن يبيعوا، هم دول اللي ممكن يبيعوا انفسهم باراء. حتى كمان في حاجه حسب الله يعني هدول تمام. أيوة. يعني تخيل حضرتك ان في مثلا بتشوف انت قنوات لها تواجدها، لما كنا يعني اصغر من كده شويه كنا يعني بنقول ازاي وصلوا ان هم يوصلوا للمقابلات الصحفيه والاعلاميه دي، كانت صعبه جدا خلي بالك. نعم. يعني ازاي يوصلوا لهم في دهاليزهم ويكلموهم يعني. فاكتشفنا فيما بعد الحقيقه المره ان هم دول كانوا البوق بتاعهم. يعني هم كانوا بيوصلوا لهم تعالوا انتوا، كان في خط ما بينهم وما بين بعض واصل، لكن اي صحفي او اي اعلامي كان من الصعب ان هو يوصل للشخصيات دي. مزبوط. خدت انا برايي مفروض يعملوا يحلفوا يمين مثل ما بيعملوا اهل الطب. لا يا فندم. لانه بصراحه يعني حتى الاعلام هو يعني له دور كثير كبير في المجتمع مثله مثل اي مهنه ثانيه، الطب خصوصا اذا كان الصحفي بلا قيم بلا اخلاق. في 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 مشكله صارت حضرتك من مصر. نعم. ومنا. نعم. بكاس افريقيا. نعم. قبل ما يبلش يمكن اول مباراه طلعت خبريه عن ثلاث شباب بالمنتخب وخسرت الناس كلها تحكي. نعم. وطلعوا ورده برا وتاثر المنتخب فيها. نعم. وخسروا من ثاني دور. انت عم تحكي ببلد. نعم. انت عم تحكي بمنتخب، انت عم تحكي برساله كله من وراء اشاعات. سيدي الفاضل لو حضرتك يعني ذكرت مصر، انا عشت في مرحله 2011. 2011 كانت القناه مسلطه، قناه ما مسلطه يعني ينأى يعني لساني ان انا اذكر اسمها يعني. الكاميرا مسلطه على سياره خارجه من سفاره ومديه انتظار. بعد شويه السياره دي بتمشي مندفعه، بعد حوالي 10 دقائق من الصوره معلقه عليها وثابته، بعدها ب 10 دقائق بتمشي وبتقتل ناس في الطريق. طيب انت كمحلل للصوره، بس مش كل المصريين هيفهموا ده. مظبوط. انت هتحلل الصوره الناس ازاي عايزه تشوف اللي هي بدها اياه، ازاي الكاميرا متسلطه على 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 المشهد ده بقالها 10 دقائق وبعدين تمشي معاه. الكاميرا مشيت معاه، مش متثابته يعني، الكاميرا مش ثابته، الكاميرا اتحركت مع السياره. ده معناه ايه؟ معناه ان في كونتاكت ما بين المصور وبين السياره في وانا في عارف ايه اللي هيتم. انا عارف كمان ايه اللي هيتم في فيلم اخراج. فخدت بالحلقه يعني ازاي؟ يعني شوف رسم الدعايات كمان. نعم يا فندم. نعم. اسامه. نعم. يعني من زمان موجود، من ايام. نعم. وزير الدعايه لهتلر جوبلز اللي. نعم. كان اللي نجح وبرع في انجاح حروب هتلر. نعم. من جراء الدعايات والاشاعات عبر استغلاله للاذاعه. هذا الكلام كله عارفينه، لكن اليوم نحن بنحكي عن شيء خطير، انه كمان رغم الاشاعات على السوشيال ميديا هناك في دعايه خفيه قد تكون رماديه مخلوطه ما بين البيضاء والسوداء. رمادية. الرماديه اللي بيخلط لنا بخلط الصدق مع الكذب. نعم. هاي شو تاثيرها اليوم على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكيف ممكن تعمل البلبله؟ ده يعني حضرتك زي ما قلتنا احنا ممكن توقع ما بين شعوب، وبعدين الـ 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 المساحه الرماديه دي، ان احنا زمان لما كنا اطفال صغيرين بنقرا يعني على غسيل المخ، يقول لك غسيل المخ ده بيخرجوا وبيغسلوا. لا، هو بيدي لك جرعه صادقه موازيه لها جرعه كاذبه على نفس الموضوع، لدرجه انك توصل للحاله الرماديه. بعد الحاله الرماديه ما انتش عارف الصح من الغلط، يروح حاطط لك الفكره اللي هو عايز يغذيك بيها وعايز يكون ده اتجاه المجتمع له. يعني هي الفتره الرماديه دي هي اسوأ فتره او اسرع يعني المنحنى، اللي هو من بعده هيغذي حضرتك بفكره اللي هو عايز يوجه الراي العام ليها. ده شيء يقودك، ده شيء بديهي. ايه. في اشاعه يعني، في اشاعه مثلا اشاعه يعني بتبقى اشاعه بنقول حسنه، اللي هي مثلا هنزود في سعر الخبز وبيرميها في الشارع، فبتوصل لمرحله معينه في ناس بتاخد البيانات دي، هل في مردود سلبي مردود ايجابي، طب نطلع بالقرار ولا ما نطلعش بالقرار، اذا ما صار شيء مشاكل. أيوة. نطلع بالقرار ولا ما نطلعش بالقرار، طب لو طلعنا ايه المشاكل هتبقى ازاي. فكره حلوه، خدت بال حضرتك. فدي من الاشاعات اللي هي بتبقى اشاعات مخابراتيه شويه، وانا بايدها ليه؟ لانه علشان ما ياخدش قرار
ويقص النبض. يقص النبض السوق. بس استاذ اسامه في دلوقتي او اختلفت المسمى، زمان كنا بنقول الصحافه الصفراء، دلوقتي بقينا نقول الحساب الاصفر او الموقع الالكتروني الاصفر، اقلام صفراء. ما هو أقلام صفراء ما هو ما هي ما هي حضرتك الاقلام الصفراء دي هي وليده الفتره اللي احنا فيها، ان كل واحد بقى اصبح صحفي واصبح كل واحد بيكتب وكل واحد على حريته خالص. لكن هو المفروض انه كل واحد يعني ده بقى بس بنكلم ضمير، والضمير بقى صعب جدا ان انت تكلمه وتعدل منه يعني. لكن هي الموضوع ان ما دام في اقلام صفراء ده بناء على انه المساحه الطبيعيه للمجتمع ما عادش بيلجا الى الاعلام التنويري اللي هو الإعلام الصح. نعم. لو في إعلام صحيح الناس دي صدقني مش هتروح للعادي. يعني ما زال أنت بتقعد في المسجد النهاردة ممكن تقرأ القرآن من خلال التليفون يعني. من خلال التليفون، لكن ما عندكش الإحساس لو كان كتاب. صحيح، هذا الشيء اللي أنا كنت عم بحكي. يعني كله بيلمسه، يعني كل واحد منا بيلمس ده، في له ريحة، في تقليب الصفحة، صوت المصحف نفسه، صوت الورق. صحيح. نفسه، وفيه مصداقية حتى يعني، وفيه إحساس أكثر يعني. إحساس. حتى هذا الحكي لما صارت السوشيال ميديا موجودة انتشر أكثر من أيام الجرايد. نعم. دكتور أسامة كلامك كله رائع فيك. وفعلا يعني كنا محتاجين هاي التذكير بأنه نصايح. ليس كل ما يشاع أو يقال حقيقة. نتشكرك. رح نطلع بريك من بعدها. أنا اللي متشكر جدا لكم. شكرا يا فندم. شكرا.